مرحبا يا حلوين، بتمنى كلكم تكونوا بخير. بهذا الفيديو رح نعمل هذا الميك اب لوك باستعمال منتجات من شي كلام. كل اللوك بس مستعمله فيه شي كلام من A to Z. اذا حابين تعرفوا اكثر شو هن المنتجات يلي استعملتهم وكيف عملت هذا الميك اب لوك، خليكم عم تحضروا الفيديو للاخر، وما تنسوا تشتركوا بقناتي اذا كنتوا اول مره عم تحضروني، وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هن انستغرام وتيك توك. خلينا نبلش بفيديو اليوم. حبلش بالبرايمر. حاستعمل بيرثدي سكن برايمر من شي كلام. انا مجربته من قبل، هذا البرايمر بيجي معه سباتولا لحتى نطبقه على الوجه، بيخفف من شكل ومظهر البورس على بشرتنا، كمان بيصير مادة الفاونديشن كتير احلى على البشرة، وبيخلي الفاونديشن يباين معكم كمان وقت اكتر. انا رح طبقه اكيد على كل الوجه. لصلح التصبغات اللي موجودة ببشرتي وكمان الهالات السوداء رح استعمل كوركتر. عم استعمل هيدي الباليت من شي كلام اسمها مالتي فيكس كونسيلر اند كولر كوركتر، في الوان لحتى نصلح فيهم التصبغات. سو اول شي رح اخد انا اللون اللي بيجي على بيتش، لانه انا عندي تصبغات تحت عيوني، فينا باصبعنا وفينا بالبراش، رح طبقه تحت العيون حتى اكون عم صلح هاي المنطقة قبل ما مد كريم الاساس. حتى فيها نعمل فيها كونتورينج لانه فيها لونين غامقين. كمان عم طبقه حوالين الشفاف. للفاونديشن حاستعمل سكين فلونسر فول كوفرج فاونديشن بالم، فرجيكم اللون. هذا باللون جولدن وفي منه اكيد عدة الوان. رح اخد لون جولدن، رح اخد معه البراش اللي اسمه سكين فلونسر فاونديشن براش، تجي فلات براش لنطبق فيها كريم الاساس. هو بيجي كريمي كتير حلو هذا للبشرة الجافة. انا بشرتي مختلطة وهي الفترة عم بتكون شوي جافة. هيك التغطية قديش حلوة، عملت نص الوجه حتى اشوف الفرق. حبيت كتير الكفرج اللي عطاه، فيه جلو والبراش بتعطيكم فول كفرج كمان ما بتخفف منه ابدا. للكونسيلر حاخد 12 hours full coverage concealer، هيدا بالشيد ماديلين. طبق اللون تحت العين. بما انه اللون شوي فاتح رح اخد الكوركتر، حاخد منه اللون الاصفر ورح احطه مع الكونسيلر يلي استعملته، لانه اذا استعملنا لون فاتح هالقد بيرجع بيتغير اللون وبيصير على رمادي. بزيت البراش رح ادمجه شوي او حمده، ما رح ادمج كتير بس حمده. احط كمان حوالين الشفاف. هلا رح اخد ليكويد كونتور يلي اسمه سان سكالت باللون جولدن سان، ورح اعمل فيها كونتورينج لوجهي هون على الجبين. هلا اللون هيدا شوي فاتح، بيجي لونه على جراي كمان. بحس هذا اللون هو بيرفكت لأعمل كونتورينج لأنفي، لأنه على وجهي هون فاتح شوي. هلا للبلاشر حاخد ليكويد بلاشر اسمه كولر بلوم، اوكي نفس الفكرة بس هني عاملوا ليكويد هايلايتر، ليكويد بلاش وليكويد كونتور. سو رح احطه بس هون، بس هيك على شوي على تفاحة الخد. شايفين هلا شكل وجهي. هلا بدي ادمج كل شيء. لادمج حاخد السبونج من شي كلام، حبلش بدمج الكونسيلر. لادمج البلاش حاخد البراش اللي اجت مع كولر بلوم ليكويد بلاش، هاي البراش خصوصي لحتى ادمج فيها البلاشر. سو هيك بطريقه الطبطبه عم بدمج البلاش، برجع الكريمي كونتورينج بعكسه بدمجه بهيدي الطريقه. لنثبت كل شيء محله رح استعمل الباودر من شي كلام اسمها انستا ريدي لوس اند كومباكت باودر، اللي هي فيها ميله لحتى نثبت فيها حوالين العين، والميله الثانيه لحتى نثبت فيها كل الوجه. اول شيء حاخذ السبونج وحاخذ من الباودر اللي بتجي هيك لون ما لها لون، يعني هي ابيض بس ما لها لون، حثبت فيها الكونسيلر. اكيد طبطبت تحت الكونسيلر قبل ما ثبت بيه الباودر عشان اتاكد انه ما في خطوط ابدا. رح اخذ باف ورح اخذ اللوس باودر حثبت فيها باقي الوجه. هيدا اللوس باودر بتعطيكم مات فينش، يعني اذا انتم بتحبوا الجلو استعملوه، اذا بدكم شوي بالبراش لانه بتعطيكم
مات فينش بتطفي اللمعة يلي بتكون موجودة بالفاونديشن. هلا للبلاش رح اخذ باليت من شي غلام اسمها فلورال فلاش بلاش، فيها الوان بلاش وحتى فيها لون غامق فيكم تعملوا فيها كونتورينج. انا رح اخذ هيدا اللون يلي اسمه امرليس، بيجي لونه على بيتش. طبق البلاش، شوفوا اللون شو بيجمنتد، كتير بيجمنتد اللون، يعني لازم تاخدوا نقطة صغيرة منه. حددت شوي الخط وعملت بيكينج للخط. هستعمل هلا ليكويد هايلايتر من شي غلام اسمه جلو بلوم ليكويد هايلايتر بالشيد فانيلا فراست. شوفوا اللون شو حلو، اللون هو لون فانيلا شوي فاتح، بس رح نطبق هذا الليكويد هايلايتر على راس الخد، بس ما حتعوزه اكتر من نقطتين، وكمان رح حط على راس الانف وبالنص. حاخد كولر بلوم ليكويد بلاش براش ورح ادمج فيها الهايلايتر بس بطرف البراش، حطبطب تادمج فيها الهايلايتر. لو اللمعة رجعت للخد واندمج بطريقة حلوة، مع انه حاطة باودر بس اندمج بطريقة كتير حلوة. هلا رح اخذ جلو جلوب هايلايتر كمان من شي غلام، طبقه فوق الليكويد هايلايتر. هلا حبلش بالحواجب، ورح اخذ هيدا القلم او الواكس للحواجب. هو بيجي من ميلي فيه هيك براش لكن نمشت فيها الحواجب، وميلي التاني هو عبارة عن واكس. سو اول شي رح اعمله اني انا رح مشت بيه البراش الحواجب هيك لفوق، اوكي. من بعدها حمشت بعكس الشعرة ورح اخد الواكس وطبقه على الشعر دغري شعرات الحواجب. سو بعبي الشعرات كلهم، برجع باخد البراش بمشت الشعرات. هلا رح اخد قلم الحواجب من شي غلام، بيجي من ميلي هيك قلم كتير رفيع، من ميلي تانية مثل الايلاينر بيجي هيك ليكويد لحتى نعبي فيه شعرات حواجبنا. فأنا رح اخد الليكويد ورح اعبي فراغات. هلا حبلش بمكياج العين. اول شي استعمل كونسيلر فول كفرج كونسيلر من شي غلام على كل الجفن كبرايمر قبل ما اطبق الايشادو. للايشادو رح اخد كانسر باليت من شي غلام، هيدي هي بيجي هيك باليت منا كبيرة زخطورة بس فيها الوان كتير حلوين، وفي منها كمان لكل برج لون. بيجي فيها 6 الوان مات ولونين فيهم لمعة. سو اليوم رح اخد اول شي هيدا اللون حطبقه بالكريس. ببلانك برش كبيرة عم طبق اللون بقلب الكسرة، هيدا من رويال كوزماتيكس، كمان موجود اللينك لقلون بالدسكريبشن تحت. رح اخد برش اصغر ورح اخد اللون البيربل يلي اسمه ان ذا مود، هيدا هو اللون، ورح طبقه كمان بالكسرة العين. عم طبق اللون بقلب الكسرة، رح اخد البرش الكبيرة وادمج فيها الاطراف. رح قص الكريس بس ما رح قص الكريس لبرا، رح قص هيك يعني بشكل نص نص بهاي الطريقة. هلا رح اخد هيدا اللون الزهر يلي فيه لمعة وحطه محل ما قصينا الكريس. عم طبق اللون البينك اللي فيه لمعة محل ما قصينا الكريس ببراش فلات. انا عم باخد براش صغيرة باللون البيربل يلي حطيته بالكريس، عم حدد فيها طرف من برا. رجع اخد براش هيك بتجي كتير رفيعة، كمان اللون البيربل الغامق يلي حددته بالكريس، وبهي البراش رح حدد فيها كمان الكسرة، كسرة العين محل ما قصينا، رح نحددها أكتر. أنا رح أخد فيري واند بريسيجن هايلايتر بنسل، رح طبق هيدا البنسل بقلب العين. هلا رح أخد انفيزيبل جيلي شادو من شي غلام، هو بيجي جلتر بس يعني تكستشر له هي الجل. بإصبعي أخدت شوي ورح طبق هيدا الجيلي فوق اللون الفاتح يلي حطيته. هلا رح اخد برو برسجن ووتر بروف لاينر من شي غلام، رح ارسم اي لاينر، كمان رح ارسم على زاوية العين من قدام بس هيك خط انزل فيه لقدام. هلا رح استعمل من شي غلام لاش جلو لاينر يلي اول شكله كتير كيوت على فكرة، وتاني شي نقدر استعمله بهيد يعني كأنه اي لاينر
بنحطه على العين، بس هو تلزيق للرموش. من بعدها رح اخذ اللاشز من شي جلام، سو حاختار هول اللاشز بيجوا هيك سمبل والباند اللي لهم رفيعه. هلا رح اخذ اللون البيربل، حاستعمله ببرش صغيره على خط الرمش من تحت بهذا اللون واسحبه هيك شوي لبرا. رح استعمل لبستيك من شي جلام اسمه جلام 101 باللون ديب كراميل. هلا هذا اللون غامق، هو بيجي مميلي الليب لاينر ومميلي الليبستيك. لون الليب لاينر بيجي بني براون وغامق وما بيطلع حلو مع اللوك اللي عملته، فرح استعمل بس الليبستيك منه. بيجي لونه بني بس هيك منه غامق كتير، بلون شفاف تقريبا. حفرجيكم اللون. بما انه اللون الليبستيك كتير باهت مع الميك اب لوك اللي عملته، فرح اخذ ساندي بيكنيك هيدا للتشيك اسمه تشيكي كولر جام باللون افترنون بيتش. بيجي لونه على بيتش، حاخذ شوي صغيره باصبعي ورح طبطب على الشفاف لحتى شوي اكسر اللون لون الليبستيك اللي حاطته. لرطب الشفاف حاستعمل الجيلي وو ليب اويل من شي جلام، هو ما له لون بس هو اويل للشفاف لحتى اعطي شوي افكت كمان لعيننا. حاستعمل فيري وند بنسل ورح حطه تحت الايلاينر يلي رسمته هيك بطرف العين، هيك بتعطي افكت غريب شوي للعين وبتكبر العين اكثر. هيدي كتير حلوه كمان للعيون الصغيره. And that's it. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الميك اب لوك اللي عملته من برودكتس شي جلام. إذا حبيتوا هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة إذا أنتم مش مشتركين بقناتي، وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وتيك توك. أنا بشوفكم مرة جاية بفيديو جديد. باي باي.